نعم نبيل، آخر التطورات الميدانية هو ما تحدث الآن من اشتباكات في مناطق متفرقة أو في جبهات قتالية مألوفة، سواء كان في جنوب الخرطوم أو وسط أم درمان أو في المناطق التي اشتعلت بشدة خلال اليومين السابقين في مناطق دارفور. في آخر الأنباء أن قذيفة سقطت في منطقة السوق المركزي جنوبي الخرطوم، وهذا السوق هو سوق مكتظ بالناس وفيه ملتقى لطرق عدة تؤدي إلى مناطق متعددة من جنوب الخرطوم. قالت غرفة الطوارئ بمنطقة جنوب الحزام أن سيدة توفيت بينما أصيب 6 آخرين. ذات الأمر هنالك في مدينة نيالة، حيث الاشتباكات تواصلت لليوم الثالث على التوالي ما بين قوات الجيش وقوات الدعم السريع. هذه الاشتباكات التي تجددت هذا الصباح بعنف وقوة، قالت مصادر لنا هنالك أن المقذوفات سقطت على كثير من الأحياء داخل مدينة نيالة، واستخدم في هذا الاشتباك الأسلحة الصغيرة الثقيلة والخفيفة. نشير أن قوات الدعم السريع تتواجد في المناطق الشرقية والمناطق الشمالية من منطقة نيالا، بينما تتواجد قوات الجيش في المنطقة الجنوبية. هذا الاشتباك أدى إلى حدوث حالات نزوح كبيرة، خاصة في الأحياء التي تصيبها الاشتباكات في تلك المنطقة، بالإضافة إلى إغلاق السوق الكبير بمنطقة نيالا. في الأنباء قبل قليل أن حاكم ولاية دارفور مني أركم النابغة تحدث عن ضرورة إيقاف هذه الحرب في هذا التوقيت بالذات، وأن يكون هنالك حوار سوداني. أيضا حركات الكفاح المسلح سيرت بعض السيارات، نحو 60 سيارة قتالية، اتجاه منطقة نيالا للمساهمة في حماية المدنيين هناك. نشير أن قوات الكفاح المسلح هي قوات تكونت من حركة الكفاح المسلح بعيد اتفاقية جبل السلام، أعلنت حيادها في الحرب الدائرة الآن ما بين قوات الجيش وقوات الدعم السريع، وقالت أنها سوف تتكفل بحماية المدنيين. في الخرطوم كان هنالك عدة جبهات قتالية اشتعلت في هذا الصباح. في منطقة شرق النيل كان هنالك قصف مدفعي في مناطق متفرقة من شرق النيل، بالإضافة إلى قصف في منطقة أمبدة. تحدثت إلينا عدد من المصادر في تلك المنطقة، قالت إن البيوت هنا، إن عدة مناطق شهدت سقوطا لمقذوفات المدفعية الثقيلة جراء الاشتباكات التي حدثت بين قوات الجيش وقوات الدعم السريع. طيب محمد، ما أثر المساعدات الإنسانية التي يتم الإعلان عنها على الوضع الإغاثي والاجتماعي للسودانيين؟ نعم، يجب أن نحدد صراحة أن كثير من هذه المساعدات لا تصل إلى المناطق التي من المفترض أن تصل إليها، خاصة في المناطق أو الأحياء التي تجاور الاشتباكات. تحدثنا إلى كثير من هم موجودون في تلك المناطق، قالوا أنه لم تصلهم أي مساعدات منذ بداية الحرب. الآن تتناقص المواد الغذائية وتتناقص المواد الطبية، مع عسر في إيجاد منافذ آمنة لخروج عدد من الذين تقطعت بهم السبل هنا، بالإضافة إلى أن كثيرين في مناطق الإيواء تحدثنا إليهم يجأرون بمر الشكوى مما يحيق بهم من تكالب للأمراض التي انتشرت بها، مع نقص في الأدوية ونقص في الكوادر الطبية. نعم، تقول كثير من المنظمات الأممية والمتطوعين والناشطين أن تحرك المجتمع الدولي في هذا التوقيت بالذات يجب أن يكون قويا ومباشرا للإسهام في خلق توازن وإعادة كثيرين ممن وصلوا إلى نعم، مرحلة شبه الجوع وشبه شكرا لك، شكرا نعم لك من الخرطوم، مراسل الغد محمد إبراهيم.